في تعز عقدت إدارة نادي الصقر الرياضي لقاء موسعا في إطار سعيها لإعادة أعمار النادي. تمحور الاجتماع حول وضع الخطط والبرامج الهندسية اللازمة لإعادة أعمار النادي وتأهيله بما يتماشى مع تطلعات أعضائه. مما كان عليه أو من أعين وتحفر في الصخر لتعيدك إلى الوجود. الهدف الأساسي أن يكون التواصل بين الجمعية العمومية وإدارة الصقر متواصل، وإن شاء الله تكون استمرارية في كل سنة. التفاف حول النادي ونعدهم أن يكون الصقر محلقا مثل ما كان هو أكثر إن شاء الله. سوف يتم إشهار التصميم المعماري للمنشأة بالأسلوب الحديث والمعاصر لعدد بناء نادي الصقر من الجديد، وإن شاء الله سوف يكون قد خطوة كبيرة إلى الأمام.